السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر حول بيم ليفل 3. المشكلة بيم ليفل 3 ان هو غير محدد الملامح تماما، يعني هتلاقي كل كتاب بيتناوله بشكل تمام. يعني في بعض الكتب بتقول لك ان هو لازم تكون انت شغال على الكلاود او شغال على الانترنت، في بعض الكتب بيقول لك لا، ان انت تكون بسيف كل شغل بسيف على اي في سي، فتقدر تفتح الملف ده في اي سوفت وير. في ناس تقول لك لا، بيكون في سوفت وير بيشتغل بعد الرابع والخامس والسادس. فالفكره بتاعته ان هو غير محدد الملامح تماما، لان هو لسه لم يوجد، يعني ما فيش حد قال ان هو شغال بيم ليفل 3 تمام. في سيفات بتبقى مضروبه مكتوبه كده، بس هو الفعل ان فيش حد لسه قدر يوصل لبيم ليفل 3 ويقدر يقول ان هو اشتغل بيم ليفل 3. كل الناس شغاله على بيم ليفل 2، وبريطانيا بتطمح انها توصل لبيم ليفل 3 في 2020، واحنا نتمنى انها توصل في 2020. بس هي الفكره الموضوع صعب لانه ناقص سنتين، وهم لسه حتى الان ما قدروش يحددوا خطوط واضحه ازاي نقدر نقول ان ده بيم ليفل 3. يعني هل لو انا اشتغلت على كل الشغل على كلاود وبنتبادل معاه بسهوله يبقى انا كده وصلت؟ لو انا بسيف اي في سي، طب لو في حاجه ناقصه، طب لو انا شغال كله ما عدا في حاجه معينه شغاله كاد. فحتى الان غير محدد المعالم، فعشان كده غير مستوعب، وما حدش يقدر يقول ان انا خلاص وصلت او عملت. كل الشركات بتحاول، طبعا الشركه اللي هتوصل انها تقدر تعمل سوفت وير يشغل بيم ليفل 3 دي اللي هتكتسح السوق تماما، لان هي كل الناس هتدور على الحاجه ديت، وكل الناس هتسعى ليها، وكل الناس هتحاول انها تتحول من البرامج اللي بتشتغل ليها البرامج بتاعت بيم ليفل 3. بس المشكله زي ما قلنا انها مش موجوده، فمحدش قادر يوصفها، كان انت بتوصف حاجه خياليه، فمش قادر، كل واحد بيتخيلها من وجهه نظره. يعني كذا مره اتكلم عليها بشكل، بس فعلا لما بكتناش مع حد خبير في البيم بلاقي هو بيتكلم في نقطه وانا بتكلم في نقطه تانيه خالص. فالله المستعان، وان شاء الله يعني نتمنى ان بما ريبه توصل بيم ليفل 3 قبل الجميع ان شاء الله.